بجميع المبادرات والاجراءات اللي درتوها ولكن كنسالكم سيد الوزير هذه العمليه ديال ديال المرحبه او العوده هذا المفهوم ديال العوده واش ما كتشوفوش السيد الوزير انه يختزل كل مره في هذه العمليه ديال المرحبه والحال اننا اليوم تنتكلموا على خمسة الملايين ديال المغاربه الذين يقيمون خارج هذه البلاد والتي يقدموا خدمات مهمه جدا وجليله لهذا الوطن اقتصاديا اولا راه 100 مليار ديال الدرهم في السنه الفارطه وهذا العام وصلنا 45 مليار غير حتى الحدود ماي والمساله الاخرى الاساسيه هو هذا الفريق الوطني اللي اليوم كنفتخروا به راه العمود الفقري ديالو كله راه ولاد ابناء هذا الوطن ومن الجاليه وخصنا غير واحد الركراكه وخا واحد شويه ديال النيه ونديروا منتخب وطني ديال الكفاءات وديال الخبرات اللي كاينه على برا نديروا الخبرات في المجال ديال الهندسه في الاستثمار في التجاره الدوليه يعني كاين ولاد ولاد البلاد موجودين ومستعدين يقدموا الخدمات ديالهم لهاد البلاد هذه ولكن السؤال شكون اللي غياخذ بيديهم واللي غيكبر بهم ويسمع لهم ويوفر لهم المجال هذا اليوم المغربي سيد الوالد على انا مزيان هذا الشيء اللي قلتي ديال ديال النقل البحري وانكم دخلتوا تخفضات التسعيره ولكن انا غنتكلم معكم على واحد الظاهره اللي هي شويه مشينه وخايبه عندنا في هذه البلاد هي هذيك الظاهره ديال الرادارات راه ملي تيخرج من الميناء المطنجه المتوسطي كيشدوا الرادار الى الفيكس كيشدوا هذاك لاكور ديال مي ولا زكلو جدرمي البوليس راه ما كيوصل البلاد في اكادير ولا في في العيون حتى كيلقى راسو واحد خمسه ولا سته ديال البروسيات هو راه عنده غير شهر هذا المهاجر اللي جاي للمغرب راه عنده غير شهر راه خصو يمشي يخلص البروسيات وخصو يتزوج وخصو يطلق في هذا الشهر وخصو يسبق الدار وخصو يدير الاصلاحات وخصو وخصو يمشي عند المحامي وخصو يمشي يز... بزاف ديال الحوايج كيبغي كي انا كنسولكم الاجراءات الاداريه والمساطير هذا هو العمق ديال السؤال اشنو درتو من الاجراءات اللي كتماشى مع الخصوصيات ديال هاد المغاربه ديال العالم اللي كيجيو لهاد البلاد ومستعدين انهم يعطيوها